الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الأفاضل، ما زلنا مع قصة نبي الله يوسف، وسنحاول اليوم الحديث عن رؤيا الملك. وقد سبق في الحلقة الماضية أن تحدثنا عن يوسف في السجن وتفسيره لرؤيا ساق الخمر والذي كان يحمل الخبز فوق رأسه، ولكن حديثنا اليوم سينطلق من طلبه من ساق الخمر أي الذي عفى عنه الملك، بأنه يطلب من يوسف عليه السلام أن يذكره عند الملك. اذكرني عند ربك أي الملك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، ولكن سيأتي السبب الرباني، وأن الملك سيرى في منامه سبع بقرات نحيفات يأكلن سبع بقرات سمينات، وسبع كذلك ورأى أيضا سبع سنابل خضراء وسبع سنابل يابسات. فطلب ممن يفسرون الرؤى أن يفسروا له رؤياه، فقالوا له أضغاث أحلام. وحكى القرآن عن ذلك فقال: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. فماذا أجابوه؟ قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين. ولم يعلموا بأن الله تعالى يخطط لسيدنا يوسف الفرج القريب والتمكين المبين في الأرض من خلال تفسيره لرؤيا الملك. سمع ساق الخمر هذا الكلام وهذا الحوار بين الملك وفسار الرؤى، فقال له: يا أيها الملك، لقد كان معي في السجن شاب وسيم ذا خلق، فهو الذي كان سببا في خروجي من السجن بعدما فسر لي رؤياي. فقال له الملك: اتوني به، أي جيبوا لي هذا الشاب هذا. فوقف يوسف عليه السلام أمام الملك ففسر له الرؤيا بقوله بأن الخير والمطر والغيث سيصيبهم سبع سنين متواليات، سبع سنين غيكون فيها الخير والنماء الحمد لله، ولكن سيعقب هذه السبع سنوات القحط والجفاف، حيث فسر البقرة بالسنين. البقرة فسروا بالسنين أي سبع بقرات سمان، أي تلك السنوات التي تكون فيها الاخضرار وفيها النماء وفيها الغيث، والأخرى يأكلهن سبع العجاف أي السنوات العجاف التي ستأتي بعد السنوات السبع المثمرات واليعنيعات. فقال وأرشدهم يوسف عليه السلام إلى ادخار ما حصدوه في السبع سنوات الأولى، لأنهم سيواجهون سبع سنوات كما قلنا في القحط والجفاف، وأنهم سيصيبهم الخير والغيث، وبعد ذلك سيكون هناك القحط كما قلنا. عندما سمع الملك تفسير يوسف عليه السلام سر سرورا عظيما، وأخرج يوسف بعد تبرئته من طرف زوليخا واعترافها بذنبها وكلفه بوزارة مال الدولة. وقال الملك أي القرآن الكريم يحكي ذلك: وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه أي تناقش معه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. بماذا رد عليه يوسف الصديق؟ قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حافظ عليه. وهذه تقول العلماء في هذه الآية الأخيرة من سيدنا يوسف أن الإنسان عندما يكون كفأ وأهلا للمسؤولية يعرض نفسه، هذا ليس عيبا، لأنه يرى بأنه سيصلح لهذه المسؤولية أو هذا المنصب، وهذا لا يتنافى مع يعني الزهد في المناصب والمسؤوليات كما كان عليه سلف هذه الأمة وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الدروس المستفادة المستخلصة أحبتي الكرام من هذه الواقعة أن ما يصيب المسلم من الخير والعطاء فهو من الله، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثانيها، أن الشخص عليه أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة كالصبر والتحمل، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قصة يوسف عليه السلام ما زلنا في ظلالها، وسنتحدث يعني في الحلقات المقبلة بإذن الله تعالى عن مجيء إخوة يوسف إليه وجمعه الله تعالى بإخوته. في الحقيقة صدق الله عز وجل حينما قال عن هذه القصة:
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. أسأل الله تعالى أن يجعلنا على خطى هؤلاء الرجال العظام. وإلى أن ألتقيكم في حلقة مباركة ميمونة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.